ونتوب إليه من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أنه الله لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا، سهل أمورنا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، رمضان المبارك سعيد، وكل عام وأنتم بخير، وتقبل الله من الجميع الصيام والقيام إن شاء الله. هناك سؤال يطرحه كل عاقل على نفسه، هذا السؤال يتعلق بالكينونة، بسر وجود الإنسان في هذه الأرض. سؤال أنطولوجي كما يقولون، سؤال وجودي. كل إنسان عاقل يطرح هذا السؤال: لماذا أنا في هذا الكون؟ لماذا خلقني الله في هذا الكون؟ ما هو الدور المطلوب مني أن أقوم به؟ لا نبحث طويلا حتى نجد الإجابة في آية محكمة من كتاب الله سبحانه وتعالى في سورة الذاريات، وهي قوله عز من قائل بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فتهدأ النفس حينما تجد إجابة عن السؤال المطروح. إذن الله تعالى خلق هذا الإنسان لكي يعبده. إذن دورنا في هذا الكون هو أن نعبد الله سبحانه وتعالى. وإن عبادة الله تكون بالأبدان تارة، وتكون ببذل المال تارة أخرى، وتارة ثالثة تجمع بين ما هو بدني وما هو مالي. فهناك عبادات بدنية ويتعلق الأمر بالصلاة والصيام، وهناك عبادات مالية كما هو الشأن بالنسبة للزكاة والصدقات، وهناك عبادات تجمع ما هو بدني مع ما هو مالي كما هو الشأن بالنسبة للحج والعمرة. والمناسبة شرط كما يقول الأصوليون، وبما أننا نعيش في أجواء رمضانية في عبادة بدنية، فسنتحدث عن فريضة الصيام وبعض مقتضياتها من زاوية معينة، لأن هناك زوايا متعددة يمكن أن يقارب بها الصوم أو فريضة الصيام. فالصيام الشرعي هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التقرب إلى الله. كل الناس يفهمون هذا النوع من الصيام، ولكننا نحن نريد أن نتجاوز صيام العوام إلى صيام الخواص. صحيح أن الصوم هو إمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ولكن هناك صيام أفضل، هو صيام الجوارح، صيام الخواص، فتصوم قلوبنا ويصوم سمعنا وبصرنا ولساننا. كيف يمكن للقلب أن يصوم بأن لا يكره أحدا، بأن لا يحقد على أحد، بأن لا يحمل أي نوع من أنواع الكراهية والحقد والضغينة لهذا الإنسان، ويصوم اللسان بألا
يتكلم فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، أن يصوم عن الكذب، عن قول الزور، عن الغيبة، عن النميمة. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ أن يصوم سمعنا عن الأشياء التي لا يرضاها الله سبحانه وتعالى، أن يصوم بصرنا عن النظر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى. هذا هو الصيام الخواص. والصيام أوجبه الله سبحانه وتعالى علينا كما نفهم ذلك في آية محكمة في سورة البقرة، وهي قوله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. وجاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يحفظه الجميع: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله لمن استطاع إليه سبيلا. كما أجمعت الأمة على مشروعية الصيام. نقف وقفة متأملة فاحصة مع قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. فالصوم كما يعلم الجميع فرضه الله تعالى علينا في السنة الثانية للهجرة في شهر شعبان، أي بعد سنتين من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. وبهذا يكون صلى الله عليه وسلم قد صام 9 سنين قبل أن ينتقل إلى عفو الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا، يخاطبنا الله تعالى بيا أيها الذين آمنوا، وهي درجة أفضل من درجة الإسلام. قالت العرب: آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان. إذن إن مقام الذين آمنوا أرقى درجة من مقام الذين أسلموا. في القرآن خطابات متعددة: يا أيها الناس، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. صيغة أخرى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قل: يا أيها الكافرون، يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ وهنا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي فرض عليكم الصيام كما فرض على الذين من قبلكم، كما كتب على الذين من قبلكم، على اعتبار أن الله تعالى افترض الصوم على الإنسان من آدم عليه السلام إلى قيام الساعة. هكذا كان اليهود يصومون يوما في السنة بالإضافة إلى الاثنين والخميس، وكان النصارى يصومون 43 يوم ويفطرون بعيد الفصح، بل حتى أصحاب الديانات غير السماوية كانوا يصومون. إذن الصوم كان معروفا، ولذلك حينما فرضه الله تعالى على العرب على المسلمين وجدوه أمرا عاديا. ماذا وراء الصيام؟ لأن كل ركن، إن كل فريضة يجب أن نفهم لماذا أمرنا بها. فالله يريد منا أن نعبده على علم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لماذا؟ لعلكم تتقون، أي إن المقصد الأسمى وإن الهدف من وراء الصيام ليس هو امتناع فقط عن المفطرات، بل الهدف هو أن يبلغ المؤمن درجة من التقوى. والتقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. التقوى هي أن يجدك الله حيث أمرك،
وأن يفتقدك حيث نهاك. وإذا لاحظتم إن آخر ما نزل من الوحي، آخر آية أنزلها الله سبحانه وتعالى هي واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ماشي اليوم أكملت لكم دينكم، ماشي هي آخر آية، آخر ما نزل من الوحي هي واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. إذن آخر ما نزل من الوحي التقوى، جعلها الله سبحانه وتعالى مقياس أن كريتير ليميز به الطيب من الخبيث. إن التفاضل في الإسلام لا يستند إلى حسب أو نسب أو جاه أو مال، وإنما التفاضل بين الناس حددته آية كريمة، إن التفاضل يكون على أساس التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وإن أتقى الناس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي بعده في الدرجة الصديق أبو بكر رضي الله عنه الذي أنزل الله في شأنه قرآنا يتلى إلى أن يقوم الناس لرب العالمين، وسيجنبها لتقى، اسم تفضيل، وسيجنبها لتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. التقوى، فمن أراد الدنيا، الذي أحب الدنيا عليه أن يكون تقيا، لأن الله تعالى يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والذي أراد الآخرة فعليه بالتقوى، لأن الله تعالى يقول وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. والذي أراد العلم النافع فعليه بالتقوى، لأن الله سبحانه وتعالى يقول واتقوا الله ويعلمكم الله. والذي أراد المعية الإلهية، أي من أراد أن يكون مع الله وأن يكون الله معه، فعليه أن يكون تقيا. فالله تعالى يقول إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والذي أراد أن يكون من أولياء الله الصالحين عليه أن يكون تقيا، فالله تعالى يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. شكون هما؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن إن الغاية القصوى من وراء الصيام هي التقوى، والتقوى لا يمكن أن تتحقق حتى يتوفر لها شرطان، لأن الأمور مترابطة فيما بينها. ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالصيام، والصوم يؤدي إلى التقوى، والتقوى لا يمكن أن تتحقق إلا إذا توفر لها شرطان متكاملان. الشرط الأول هو الصبر، والشرط الثاني هو إصلاح ذات البين، وسنوضح إن شاء الله كيف ترتبط الأمور. أما الصبر فهو نصف الإيمان، الصبر شطر الإيمان بإجماع عدد كبير من الفقهاء. الصبر، لماذا الصبر؟ لأن الإنسان في هذه الحياة يعيش تجربتين، يعيش تجربة الفرح ويعيش تجربة الحزن. الإنسان في هذه الحياة يعيش زمنا صارا ويعيش زمنا غير مفرح. الإنسان خلقه الله تعالى وابتلاه ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الله يبتلي الإنسان بالخير ويبتليه بالشر، يبتليه بالغنى ويبتليه بالفقر، يبتليه بالأولاد ويبتليه بالعقم، يبتليه بالصحة ويبتليه بالسقم، لينظر ما إذا كان هذا الإنسان صابرا تقيا أم أن هذا الإنسان
لا يرضى بحكم الله سبحانه وتعالى. الآية الكريمة صريحة وواضحة، يقول فيها ربنا سبحانه وتعالى، والخطاب موجه إلينا معشر المسلمين، لتبلون، أي لا تمتحنن، لتبلون في أموالكم وأنفسكم، ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. أن يربط هنا الصبر بالتقوى. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، واصبر وما صبرك إلا بالله. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ما قالش الله مع أن ما يصبروش، فاستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. قلنا قبل قليل إن الإنسان لا يعيش حياة وردية، لقد خلقنا الإنسان في كبد، في معاناة، ولكن مطلوب من هذا الإنسان، مطلوب من هذا الإنسان أن ينجح في الاختبار، أن يجتاز البلاء بنجاح. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. ما عليش إلى الإنسان أصابه الله بمكروه، عليه أن يكون صابرا، لأننا نفهم جيدا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول في معناه: لو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء ما ضروك به إلا بشيء قد كتبه الصيغة، أو كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الصيغة ديالها. إذ لا تستطيع الأمة أن تنفعك كما لا تستطيع أن تضرك إلا بما قدره الله سبحانه وتعالى عليك. والأكثر من هذا، حينما نستقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى نجد نماذج من الأنبياء والمرسلين تعرضوا للمحن، ابتلاهم الله سبحانه وتعالى واختبرهم وكانوا نعم الصابرين. ومطلوب منا نحن المسلمين، نحن المؤمنين، أن نحذو حذوهم، أن نقتدي بهم. نذكر على سبيل التمثيل إلى الحصر قصة أيوب عليه السلام. أيوب ابتلاه الله تعالى بماله وبأهله وبجسده، إذن مات أولاده وأهله، فقد ماله، أصيب في بدنه بمرض عضال إلى درجة أن امرأته ظلت إلى جنبه إلى حين، لأن الصبر ديالها كان عنده دي ليميت. ورغم ذلك كان صابرا، فكافأه الله سبحانه وتعالى أحسن مكافأة. ونستمع إلى قول الله تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين، وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. سيدنا لوط ابتلاه الله بزوجه بامرأته، لأن لوط عليه السلام كان يعيش وسط قوم يمارسون الفاحشة دي زوموسيكسيال، وكان كلما جاءه ضيف أوقدت امرأته نارا في إشارة منها إلى قوم لوط ليأتوا بيته من أجل ممارسة الفاحشة، فكان صابرا إلى درجة أنه عرض عليهم بناته: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. أيضا سيدنا نوح الأب الثاني للإنسانية،
حينما أمره الله سبحانه وتعالى أن يركب من اتبعه من الناجين، دفعته عاطفة الأبوة نحو ابنه وقال له: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال له: إن الطوفان سيأتي على الأخضر واليابس، ولا يمكن أن ينجو من أمر الله إلا من كان في السفينة. ولكن ابنه رفض وقال: سأصعد إلى قمة جبل وهكذا لا يستطيع الماء أن يغمرني، ولكن هيهات. وقال: اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها، إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزلين: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل: يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي، وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتلاه الله تعالى ابتلاءات متعددة. قالوا عنه كافر، قالوا عنه مجنون، قالوا عنه شاعر، تحرشوا به صبيانهم، حذفوه بالقاذورات، ذهب إلى الطائف فرد ردا غير جميل، حوصر في شعب أبي طالب 3 سنوات، فقد امرأته خديجة رضي الله عنها وكانت تشكل موئلا له في الداخل، وبعدها بأقل من أسبوع فقد عمه الذي كان يشكل له حماية في الخارج، مات أبناؤه الذكور، فماذا فعل؟ كان نعم الصابر. حينما توفي إبراهيم قال: إن العين تدمع والقلب يخشع، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. إذن هذا هو الصبر، فصبر جميل كما ورد على لسان يعقوب عليه السلام، فصبر جميل. إذن التقوى لا بد لها من تحقق شرطين. الشرط الأساس الأول هو الصبر، والشرط الثاني هو إصلاح ذات البين. وما أحوجنا في واقعنا المعيش، ما أحوجنا في عالمنا هذا المليء بالمتناقضات، أن نمارس هذه الفريضة، فريضة إصلاح ذات البين، لارونجمون بين المسلمين. صحيح قد تقع خلافات بين مؤمن ومؤمن، قد تقع خلافات، وهذا هو دور الشيطان. الشيطان ما عنده خدمة، يخدم غير تريسيان، خيط بخيط الكحل، هذه خدمته. قد يفلح، قد ينجح هو وأبناؤه في إفساد ذات البين بين المؤمنين، ولكن مطلوب منا نحن إن كنا مؤمنين حقا أن نصلح ذات البين، وأن نقطع الطريق على إبليس، على الشيطان. وإصلاح ذات البين مأمور به شرعا، أمر به الله سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات طباقا. على سبيل التمثيل للحصر، في مفتتح سورة الأنفال نقرأ قول الله تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. أي بعد أن يقول الله تعالى يسألونك عن الأنفال مباشرة، أش كيقول؟ فاتقوا الله. إذن هو ربط التقوى بإصلاح ذات البين. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، هذا على سبيل الأمر، يعني هذه مسألة مأمور بها شرعا على سبيل الوجوب وليس على سبيل الاختيار. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. لا بالفعل أنتم تقولون نحن ننتمي إلى زمرة المؤمنين. إذن ها هو الواجب، واجب يتحقق يتعين. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. حينما
ننتقل إلى سورة الحجرات، نجد آية مركزية محكمة يفتتحها الله سبحانه وتعالى بأسلوب القصر والحصر. يقول جل من قائل: إنما المؤمنون إخوة. إنما المؤمنون إخوة، يعني لا أخوة إلا بين مؤمن ومؤمن. الناس اللي ماشي مؤمنين يقدر يكونوا دي كوبا، دي كوليك، دي زامي، دي كامراد، ولكن ما يمكنش يكونوا دي فرير، دي فري فرير، ما يمكنش يكونوا إخوة إلا إذا كانوا مؤمنين. هذا نص قرآني. إنما المؤمنون إخوة، أي لا أخوة إلا بين المؤمنين. إنما المؤمنون إخوة. أوقفتش. فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. إذن ربط بين التقوى والرحمة وإصلاح ذات البين. جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الإمام مسلم: تعرض الأعمال على الله كل اثنين وخميس. كل اثنين وكل خميس الملائكة تنزل أعمال ديالنا وتعرضها على الله سبحانه وتعالى. اش غادي يوقع؟ فيغفر الله لكل عبد لم يشرك به شيئا. إذن ديك الأعمال اللي كترفع على الله سبحانه وتعالى الاثنين والخميس إلا ما فيهاش إشراك بالله. كاين الإشراك راه أنواع متعددة، كاين اللي يحلف بغير الله، كاين اللي ما عرفت يعلق التمائم، كاين اللي يعلق الصفيحة، كاين اللي يمشي عند الدجالين، عند القزانة، عند الصحارة. إذن أنواع الشرك كثيرة. كل عبد لم يشرك بالله يوم ويعرض عمله الاثنين والخميس يغفر له الله سبحانه وتعالى، إلا أداة استثناء، إلا رجلا بينه وبين أخيه شحناء فيقال: أنظر هذين حتى يصطلحا. إذن ها هو يصلي ويصوم ويصدق ويدير أعمال ديال الخير، ولكن بينه وبين أخيه شحناء، العمل دياله لا يرفع إلى الله سبحانه وتعالى، بل يبقى الناس حتى يصلح ذات البين بينه وبينه. أنظر أمهلا هذين حتى يصطلحا. وفي حديث آخر لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. بمعنى احنا كنعرفوا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، قيل إن الصابرين معنى الصائمين. كنعرفوا الدرجة ديال الصلاة، كنعرفوا الدرجة ديال الصيام، كنعرفوا الدرجة ديال الصدقة اللي كتوصل حتى ل 700 أو أكثر. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ولكن عمل يفوق في الأجر أجر الصلاة والصيام والصدقة هو إصلاح ذات البين. أيضا يستحسن أن يكون إصلاح ذات البين مسألة سرية، لأن شحال ما كانت الدائرة ضيقة شحال ما استطعنا نجحوا في المهمة ديالنا. والأمور السرية تسمى في القرآن بالنجوى، والله لا يحبذ النجوى إلا في مواضع ضيقة، منها هذا الموضع: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، أو إصلاح بين الناس. أخرج الإمام البخاري
في فتح الباري عن أم كلثوم رضي الله عنها، وهذه مسألة طريفة جدا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص في الكذب في ثلاثة مواضع. نصوب الصورة مزيان. نحن نعرف كما ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يطبع المؤمن على الخلال كلها، على السرقة، على الزنا، على 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 إلا الكذب. والله سبحانه وتعالى في سورة النحل يوضح لنا باللي الكذب حرام. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون، هكذا ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى. في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم علامات المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، إذن الكذوب ما مزيانش، يرفضه الله ويرفضه رسوله وترفضه زمرة المؤمنين، ورغم ذلك رخص فيه في ثلاثة مواضع. الموضع الأول في حالة الحرب، المسلمين في حالة حرب مع غير المسلمين، وتشد واحد يسام بريزوني شدوه الأعداء، يجب أن لا يقول الحقيقة، أن لا يفضح أسرار المسلمين، وخا يكذب ما يتسماش كذوب، لا يعتبر كذبا بل يجازى عليه. الموضع الثاني يتعلق بإصلاح ذات البين. ليس الذي يصلح بين المتخاصمين بالكذاب، كما ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جوج الناس متخاصمين مع بعضياتهم، صلوا معنا في الجامع جيران، ولكن شي ما يهضر معاش لسبب من الأسباب. هنا نعرفوا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أش كيقول: لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعني ثلاث ليالي، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما من يبدأ بالسلام. احنا عارفين باللي يقدر توقع ساعة الغضب، وخا النبي صلى الله عليه وسلم كيقول: ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الآخر: لا تغضب لا تغضب. كيوقع المالونتوندي بين الأخوين، ولكن ما خصهاش تمشي عداوة، ما خصهاش تمشي عداوة، صافي في ديك الساعة ديال الغضب ونوليو نترانجاو مع بعضياتنا. إذا كنمشيو عند الإنسان الأول كنقولوا له: حشومة عليك. كيقول لك: واش درت باش تقول لي أنا حشومة عليك؟ كنقولوا له: فلان كيذكرك بالخير ويدعو لك بظهر الغيب وقال لك الله يخليكم صالحوني معاه، وراه كيقول لك الله يسخر لك في الوليدات وانت راجل مزيان، هو كيقول عليا هاد الهضره. كنقول له: واه واه واخا هو كاع ما قالناش. علاش؟ لاننا نريد ان نصلح ذات البين. نمشيو عاود عند انسان ثاني، لان ربي كيقول: انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم. هذا امر نحن ننفذ امرا امرنا به ربنا سبحانه وتعالى. إذن الذي يصلح ذات البين بين أخوين مؤمنين لا يسمى كذابا، بل يثيبه الله سبحانه وتعالى أجرا كبيرا. الموضع الثالث: الرجل مع امرأته والمرأة مع رجلها، لأن العلاقة بين الزوجين هي علاقة من نفس واحدة. يقول الله سبحانه وتعالى في مفتتح سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ونقرأ في سورة الروم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أقرأ في سورة البقرة: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. إذن
مطلوب من الرجل أن يتودد إلى امرأته، ومطلوب من المرأة أن تتودد إلى زوجها. ماشي يكذب عليها، مثلا يغيب نص النهار كامل ويجي للدار تقول له الراجل فين، كنت مع البنت ما والو بقينا بلا عاودي. واش غادي نقول لك؟ كنا في الجامع ومكان في الجامع، هذا تسمى كذاب، ما خصوش يكذب. اللي ما يتسماش كذوب هو مثلا ما يقول لها اني احبك، كيقول لها تبارك الله عليك، وهذا النهار الحريره عجبتني مزيان، انا بعدا ما تعجبنيش ناكل الا من يدك، وتبارك الله عليك، هكا تربي وليد. يعني يتودد الى امراته، واخا هذيك الحريره بحال راه ياكل الدواء تفوت منها السيف، ولكن مطلوب ان يتودد الى امراته، ومطلوب من امراته انت، لان احنا مسلمين، وجعل بينكم موده ورحمه ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هناك قصة طريفة قلت نختموا بها، نختموا بها في ظرف دقيقة ولا لا. نحن نعلم أن الحسين ومحمد بن الحنفية أخوان، بهم واحد هو علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع. الحسين أمه هي ريحانة النبي فاطمة الزهراء رضي الله عنها، ومحمد بن الحنفية أمه من عامة الشعب، ولكن بهم واحد هو علي بن أبي طالب. حدث يوما أن وقع بين الأخوين خصام، سيدنا الحسين وسيدنا محمد بن الحنفية، وقع بيناتهم مالونتوندي، تغوطوا مع بعضياتهم، وهذه وهذه، وهذا مشى لدارو وهذا مشى لدارو. حينما وصل محمد بن الحنفية إلى المنزل نديم وأراد أن يصحح خطأه، فكتب رسالة على التو وأرسلها إلى أخيه الحسين. شنو هو المضمون ديالها؟ كيقول له يا أخي صحيح أنت أخي وأنا أخوك، ولكنك أفضل مني، لأن أمك هي أفضل النساء، هي أفضل نساء العالمين، هي فاطمة الزهراء، هي ريحانة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أدعوك لتصالحني فتأخذ الأجر وإلا سبقتك إليه. تؤكد كتب السيرة أنهما التقيا في الطريق. إذن هكذا نربط بين الأشياء. علاش كنصومه؟ قدر يسألنا إنسان لماذا الصوم؟ صحيح إن الله سبحانه وتعالى افترضه علينا وأوجبه علينا، مزيان، ولكن شنو هي الغاية؟ لأن الله لا يكتب علينا شيئا ليعذبنا، لا، إن كل ما كتبه الله سبحانه وتعالى علينا في صالح هذا الإنسان ليخرجنا من الظلمات إلى النور. إذا نصوم من أجل أن نبلغ درجة التقوى، الحمد لله، ولكن لا يمكن لهذه التقوى أن تتحقق إلا إذا توفر لها شرطان: الصبر وإصلاح ذات البين. نكتفي بهذا القدر ولا نزيدوا الإخوان؟ اللي بغيتوا تبان لي عييتوا، ولكن أرجو ألا أثقل عليكم. إذن قلنا الصوم أو الصيام هو الإمساك عن شهوة البطن والفرج من طلوع الشمس إلى من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وهذا الصيام الذي كتبه الله سبحانه وتعالى علينا يثبت بإحدى الوسيلتين: إما برؤية الهلال، أو أن يستكمل الشهر 30 يوما، مصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا 30. وشهر رمضان له ركنان: الركن الأول هو النية، وتكون قبل الفجر، تكفي نية واحدة عن الشهر كاملا، اللهم إلا إذا أفطر الإنسان فمطلوب منه أن يشدد
نيته. ثانيا أن يمتلئ الإنسان عن شهوة البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لأن الله تعالى يقول: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. والصوم لا بد له من شروط الإسلام. يقدر واحد الإنسان جارنا، لأن احنا عندنا علاقة مع النصارى، مع شافنا صايمين حتى هو صام، الصيام ديالو ما مقبولش، لأن الشرط الأول هو الإسلام. العقل والبلوغ. العقل لا يصح صيام مجنون، إنسان حمق ولا هادي، لا. والصبي، يقدر واحد الصبي يصوم 10 سنين يكون صيامه صحيحا ولكن غير واجب عليه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رفع القلم عن 3، عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. ونحن نعلم فقهيا أن الفرائض تختلف، فأهلية الأداء بالنسبة للصيام تختلف عن الأهلية في الصلاة. صلى يمكن لولد ديالي مولا 10 سنين وارغمه على أن يصلي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مروهم بها 70 واضربوهم عليها 20 وفرقوا بينهم في المضاجع. والضرب ماشي مبرح، يعني الولد 7 سنين 8 سنين 9 سنين يصلي نهار نهار ما يصليش، يصلي الظهر والصبح ما يصلي، نتساهل معاه. ولكن بما مجرد ما يبلغ 10 سنين يجب أن يلتزم الصلاة، لأنها كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: العهد بيننا وبينهم هو الصلاة، لأنها الفريضة الوحيدة التي كتبها الله تعالى علينا من فوق 7 سماوات طباقا. كل الفرائض فرضت علينا في الأرض إلا الصلاة، كتبها الله ليلة الإسراء والمعراج على هذه الأمة من فوق 7 سماوات طباقا. الصيام مرتبط بالبلوغ، والبلوغ سير لطيف، كلها فوقاش كيبلغ، واحد مولا 13، واحد مولا 15، واحد مولا 16، واحد يقدر ما يبلغ حتى 17 سنة، إذن يختلف. هذا هو الصيام. وهذا الصيام دائما يراعى فيه مصلحة الإنسان المؤمن. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هناك أعذار، أو ما كملت لكمش الشروط نتاع الصيام. كاين العقل، كاين البلوغ، كاين دخول شهر رمضان، كاين القدرة على الصيام، لكل إنسان قادر باش يصوم، وخلو المرأة من دم الحيض والنفاس، هذه هي الشروط الواجب توفرها. وهذا الصوم أنواع، قد يكون واجبا وقد يكون مكروها وقد يكون حراما وقد يكون مستحبا. فالصوم الواجب هو صوم رمضان: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. ما تم إفطاره، يعني لا الإنسان لسبب من الأسباب أفطر في شهر رمضان، يقضيه، أي قضاء ما أفطر فيه الإنسان يدخل من باب الواجب. صيام النذر، شنو هو النذر؟ هو واجب. مثلا واحد الإنسان عنده ولد مريض، كيقول لك ربي شافي لي ولدي نصوم 3 أيام، إلى ربي شافى الولد خصو يصوم 3 أيام، ما نذر أن يقوم به عليه أن يفي به وليوفوا نذورهم. ثم أيضا من الصيام الواجب صيام الكفارات، بحال كفارة اليمين، بحال هذا صوم واجب. كاين صوم مستحب. الصوم المستحب هو 6 شوال، من غادي نفطروا إن شاء الله الرحمن الرحيم، داك الشهر ديال الشوال كامل تقدر تصوم فيه 6 أيام، إما متابعة ولا تصوم نهار وتفطر نهار، ولا المهم، ولا في 15 يوم الأولى ولا 15 يوم التالية، المهم صيام شهر أو 6 من شهر شوال.
وصيام يوم عرفة بالنسبة لغير الحاج، وصيام عاشوراء مع يوم قبله ويومين بعده، والاثنين والخميس والايام البيض 13 14 15 من كل شهرين قمري. كاين صيام النافله، هذا مزيان، هذا صيام النافله ما هو لا واجب عليك ولا والو، انسان راه في الفطور ما راهش في صايم هكا، قال لي وانا غدا ان شاء الله الرحمن الرحيم نصوم واحد النهار اتقرب به الى الله سبحانه وتعالى. نافله يعني ماشي واجب، يعني شيء زائد، كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام هذا اليوم يريد به وجه الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا، هكذا جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصيام المكروه، صيام يوم الشك، ما عرفناش واش غدا رمضان ولا ماشي رمضان، يوم شك مكروه نصومه. صيام يوم الجمعة منفردا إلا أن يصوم يوما قبله. صيام المرأة بدون ما يكونش قضاء، لأن القضاء لا تستشير زوجها، ما فيها لا كريدي لا والو، شكت لها تصوم واحد النهار ولا يومين ولا، إذا كان زوجها حاضرا يجب أن تستأذنه. وصيام الدهر، كاين اللي كيقول لك انا ديما راني صايم، شنو لك اخويا وديما انت صايم؟ رسول الله كان يصوم ويفطر وكان يتزوج النساء وكان وكان وكان. اذا الانسان ان لنفسك عليك حقا ولبدنك عليك حقا ولاهلك عليك حقا، فاعطي كل ذي حق حقه. الصوم الحرام هو صيام يوم العيد، إما عيد الفطر ولا عيد الأضحى، وصيام أيام التشريق، ديك ثلاث أيام اللي مور عيد الأضحى، أيام التشريق. وعلاش تسمات بالتشريق؟ التشريق لأن كانوا كيذبحوا فيها العرب ويديروا اللحم قديد، لذلك يعني لذلك سميت بهذا الاسم. صيام المرأة وهي حائض أو نفساء، شحال من مرة كتقول لك راها صايمة وتجيها الدورة الشهرية 10 دقائق قبل المغرب، تقول لك وقعت لي هاد فطري، واخا بقى لك دقيقة واحدة. إذن لأن صوم الحائض والنفساء حرام، ماشي مكروه ولا حرام. إذن هناك أعذار مبيحة للإفطار، المريض، الإنسان اللي مريض وكي يأكل الدواء، إذا كان ذلك الدواء ضروري، بمعنى إذا صام الإنسان فإن ذلك المرض سيزداد أو سيتأخر البرء، هذا الإنسان يمكنه أن يفطر، ومن اللي شافيه رب سبحانه وتعالى يخلف. هناك من أنهكه الجوع والعطش، ما مريض ما والو ولكن بغى يموت، بحال اللي وقع في البلاد السنة الماضية، ماتوا الناس حسب ما سمعنا، خاصة اللي كيخدموا في البني ولا كيعمروا الرملة في الكاميونات، ولا الحرارة 40 ولا 42 ولا الإنسان صايم بغى يقتلوا العطش. إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا الإنسان إن الحفاظ على الأبدان مقدم على حفظ الأديان، والله يبغي أن نعبده بعلم ماشي بجهل. أيضا المسافر على الاختيار، شحال من واحد كيقول لك أنا ما عليا والو سيدي، هذيك رخصة أعطاها لك الشرع، بغيت تستفد منها مزيان، بغيت تصوم من راسك ما يسألك حتى شي واحد. كان الصحابة يسافرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم الصائم ومنهم المفطر، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب أن تؤتى رخصه.